السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. فهاد الفيديو كما شفتوا في العنوان كيخص كريم الغماري، نجل صلاح الدين الغماري الله يرحمه. فهو اخذ قرار انه يتوقف مؤقتا في قناه ديالو على اليوتيوب، اللي بدا مؤخرا كيحط فيها فيديوهات لقات تجاوب كبير مع المشاهدين، ويعني واشتركوا عنده بزاف ديال الناس. فهو قرر انه يحبس مؤقتا ولعدة اسباب، كما قال في الحساب ديالو في انستغرام. فهو غادي يبتعد مؤقتا في نشر الفيديوهات، لحقاش هو مستاء بزاف من الحسابات الوهمية اللي كتنتحل الهوية ديالو واللي مل من الحظر ديالها، الى جانب التعليقات السلبيه اللي كتهمه باستغلال وفاه والده لاكتساب الشهره. واكد بان هذه الفكره ديال انشاء قناه على اليوتيوب كانت الحلم ديالو اللي وعدو بها الاب ديالو الله يرحمه، ولكن شاءت الاقدار انه يتوفى والحلم ديالو ما تحققش حتى من بعد الوفاه ديالو. بالإضافة إلى أنه بغى يكمل الدراسة ديالو ويتفرغ لها. فهنا كاين نص ديال التدوينة اللي غادي نقرا لكم أهم ما جاء فيها، والمهم اللي بغى يقراها كاملة ممكن أنه يدير بوز ويكملها كاملة. فالتدوينة جاء فيها: اليوم قررت أنني نحبس يوتيوب، ماشي غنحبس يوتيوب أبدا غير مؤقتا، قررت نحبس يوتيوب حيتاش اول حاجه عييت ما نبقى نسينيالي لي فوكونت، ولكن بنادم ما كيمركش. وثاني حاجه حيتاش خاصني نقابل قرايتي. ثالثا راني في وضعيه اللي صعيبه بزاف، حيتاش بزاف ديال الناس كيعيطوا عليا في نمرتي، ونمرتي عاطيها غير لصحابي. من غير النمره كاينين عاوتاني شي ناس شبعوا فيا سبان، وغرقت تايت، ولكن وصلت لواحد الدرجه انني ما بقيتش كنلقى موتيفاسيون باش نعاود نصاوب شي فيديو ولا نعاود نبان في شي حاجه. المهم خوتي تقدروا تكملوا التدوينه كامله الا بغيتوا. فكنتمنى ان المشاهدين اللي كيتابعوا القناه ديالو ما يبقاوش ينزلوا عليه بالتعاليق السلبيه، ويساعدوه ويعاونوه لانه يستاهل بصراحه. دري مؤدب وكيهضر بادب، وكنظن حتى المحتوى ديالو غيكون في المستوى. بحال هادو هما اللي خصنا نعاونوهم، علاش لا. كنتمنى اخوتي ان الرساله توصل للجميع، وشكرا لكم وبسلام عليكم.